شهر كامل شهر ونحن ما عارفين؟ عارف كيف محلك وما عارف وانا قلبت الدنيا كلها يا كورناف يا اخي. اي احنا ذاته ما عارفين انك طلعتها. بالمناسبه انا اوصف لك الرئيس عامل له زريبه بتاعت قطع خيار كده ده وما ادراك ميكانيكات كده مع العربات والحياه الزي دي بره هناك في الخلا. واو كون ده تسوق دي صباح يا كورناف. اوعى يكون الجماعه اللي قلت لك يا اخي انت بتاعنا والدكت يا اخي. لا حول ولا كنت حضيعك بالمناسبه. انت وين؟ انت الليلة لازم بالمناسبة تمشي معاي لأن الجماعة ما حيصدقوا حيفرحوا حيعملوا مولي. هاي لكن يا صاحبي انا شغال. شغال؟ هاي طب شغال؟ ايوه والله شغال في مغلق. شغال في مغلق؟ ايوه ربنا اكرمني يا صاحبي. باي الفاضل كذا تعرف شغلني معاه في المغلق وداني بيت ساكن فيه وبثق فيني ثقة كاملة. لكن انا كمان كان رجعت كذا صاير رئيس ما مصدق. تقوم توصف لي محل شغلك؟ ايوه اوصف لك محل شغلك. لأنه انا ذاتي مشتغل لكم جدا جدا ذاتي عايز اشوف اموركم ماشية كيف. انت هين؟ شفت السوق الكبير؟ بتتكلم جد؟ ايوه يا ريس طب ذاتك
ضبه بيشحم وبيلحم وضبه اللي بنعرفه قرناف. انا ما عايز هزار يا ريس، انا قاعد اكذب عليك ما بتصدقني. قلت لك انا قبضته وحضنته ونفس الدم الحار ضبه، انا شفته بعيوني ديل ضبه. ايوه ما قلت لي ليه صاحبك راجيك لي 10 سنين كلمته ضبه. ايوه ضبه اللي بياكل النار. ايوه طيب جماعتك ما وقعوا ما تعبوا وما جبتوا معك ليه؟ قال بيجي بيجي. هاي كانت اجيبه معك في ايدك يا اخي. قال لي شغال. تصدق ضبه شغال. شغال دي اسطوانه جديده. شغال وين؟ شغال. شغال حقيقه. شغال شغال في دكان في السوق في مغلق. وصفوا لي. شيطان لئيم بيكون مدرب على حاجة. داير يلعب له لعبة. داير يعمل له خمشة. وهي ما طالع من السجن مقشط بس ما يقوم إنسانة. إنسانة؟ إنسانة كيف؟ من يومه يا هو العقل المدبر. أيوه. هو بنظم للشغلانة ويخطط لها. انت ما محظوظ يا كرناف. أنا ما محظوظ يا أخي، أنا يا دوب اشتغلت معاكم عمليتين بس، بيت السايق ودكان الخواجة. أوه نص عمرك ضايع. ضبة ده حاجة تانية، هضبة ده شغله منظم وخطة مبرمجة والبغلط ساكت الله قال بيقولوا. ما جينا يا ضبة يا أخي، يعني احنا في انتظارك. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انت بخير. اهلا يا حاج. ما جيت الدكان مالك؟ انا والله انشغلت عليك، قلت يمكن حصلت لك عوجه. مالك؟ يا حاج اقول لك شنو؟ ما قدرت اجي يا حاج. ما قدرت ليه؟ في شنو يا خالي؟ كلمني بصراحه، اعتبرني زي اخوك الكبير. في شنو بالضبط؟ يا عم يوسف انت اكرمتني ولميتني من الشارع وانا قلنا السيره دي بلاش منها. السيره دي يا ابني بلاش منها. انا والله ظني فيك ما خاب. انا ما عملت حاجه. بس يا عم يوسف حقه تعرف انه انا منو؟ قلت لك الفات مات، انا ما داير اعرف. لازم تعرف بانه جدد حاجات جديده يا حاج. حاجات زي شنو؟ انا يا حاج يوسف عندي اسم تاني. انا اشتهرت به. أنا اسمي ضبة يا حاج. ضبة؟ أنت؟ المجرم الحرامي متردد السجون يا حاج. ضبة. أيوة والله سمعت به كثير. بس يا عم يوسف أنا بقول لك بكل صدق وأمانة، أنا بعد ما طلعت من السجن تبت توبة صادقة، عهدت الله أني ما أرجع تاني كله عشان ربنا يغفر لي ذنبي. تبت يا حاج ومصمم أنا تاني ما أرجع للسكة دي كله. يا ابني أنا مصدقة، والله أنا مصدقة. أنا شربت يا حاج كما نبذني، بقيت منبوز يا حاج. أهلي رفضوني يا حاج. يا حاج انت فتحت لي قلبك وفتحت لي بيتك واعتبرتني كأني واحد من اخوانك. انا يا خالد يا ابني توسمت فيك الخير، وانت والله حتفضل في قلبي زي ما انت. يا حاج انت احسنت لي، انا ما عايز اضرك. تضرني؟ تضرني بشنو؟ انا شغلي معاك بيسبب لك مشاكل، احسن تخليني يا حاج اروح في حالي. شوف يا خالد انت ما حتفوت اي حته وما حتمشي خطوه واحده وما حتفارقني ابدا. قوم يلا قوم راح معي. بس يا حاج يوسف في حاجه جديده حصلت. حاجه زي شنو؟ هل كنت خايف منه حصل؟ اصحابي وزملائي زمان لاقوني. ماله؟ ما تلاقيهم؟ ما بخلوني، عايزين يرجعوني، عايزين يجروني للسكه اللي انا ابيتها تاني، عايزين يرجعوني يا حاج.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت طالما تبت ورجعت لطريق الخير وربنا هداك ونور قلبك، تاني أنت تخاف ليه؟ أنت ما تخاف، أنت تقوي قلبك وتطلع عليهم بقلب جامد. ما تخاف، ربنا بينصرك إن شاء الله. قوم يلا يلا على الدكان. الشاهد كان ضار الشيطان عليك، لكن علمنا قفلت لك كل المنافذ. عادل. ايوه. انت اللي أمدي سرحانك بيا كتير، حتى القاضي في المحكمة نبهك كم مرة. معلش إذا كنت أنا بتدخل في حياتك التفاصيل، لكن شايفة موضوع خالك ده شغلك شديد. فعلا يا هدى، شاغلني جدا. أنا حاسس إنه في زول محتاج لي وأنا ما قادر أصل، وكل السكك قدامي مقفولة. لكن صحيح زي ما بقولوا كان مجرم، هو مشى في سكة خطر، سكة غلط، بس أنا كنت محتاج ألاقيه أقعد معه، عايز أسمع دفاعه عن نفسه. شنو اللي خلاه يبقى كده؟ شنو الدفع عليه كده؟ وهل هو تاب ولا لا؟ وفي رأيك هو مظلوم؟ لا أبدا، هو أخطأ، ارتكب جرائم في حق ناس أبرياء وتعاقب عليه كده، لكن ده ما بيعني إن إحنا نتخلى عنه أو نلفظه أو ما يكون عندنا به علاقة حتى. مهما كان ده خالي يا هدى، خالي. لقيته؟ شفته يعني؟ ما بتذكر ملامحه كويس. أنا شفته زمان وأنا صغير، ما قاعد يجينا يعني، ما في تواصل بينه وبينه. الأسرة زي خاتفوا رأيه ومقاطعه وكذا. لكن أنا قاعد أحس إنه في إحساس غريب بينه وبينه، في ارتباط بينه وبينه ما قادر أفسره. هل هو إحساس بتاع شفقة ولا رثاء ولا حب؟ حاجة ما قادرة أفسرها. السلام عليكم رشا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم؟ أهلين. الله يسلمك. عملتها كيف بيدنا؟ زيك يا رشا. والله كده. دي هدى ودي رشا أختي. مرحبا. أهلين. طبعا سيني دمك كتير. لا أنا مفلوقة باسمك خالص. تفضل يا قعدة. تفضل يا رشا. كيفك؟ كويسة. عملتها كيف دي الليلة؟ وأنت أمر عليك. كويس خالص. يا مرحبا بك والله. شرفت المكتب الليلة. اسمع، في واحدة زميلتي في الجامعة قالت عندهم جارهم اسمه ضبة. معقول؟ والله، وانت رجي السريع عشان اقول لك، قالت لي زول شرير كده ودخل السجن كم مرة. اسمعي، عنوان صاحبتك ده عندك؟ طبعا عندي عنوانه. طيب نحن ممكن ننزل من هنا ونمشي لها طوالي. مع اني ما متأكد انه حيكون خالي. ليه يعني ما متأكد؟ ما اعرف يا رجاء، احساسي بقول لي كده. اسمع، دي هدى؟ اي اتاريك ما هين؟ عامل لي فيها مسكين وكاتل حيلك رجع. شنو رجع؟ والله جاي لك مسكين كاتل لي حيلك وعامل فيها بتعرف اي حاجة، يا ما تحت السواهي دواهي. لكن بيني وبينك كده، وطلع عينك وضوقك سهر الليل رجع. انا بحذر. يا اخي ما معقوله اول مره تشركينا، كان لازم نكرم مسواك. الف شكر. يلا رشا عشان نمشي. شنو صار شويه؟ انا ما صدقت لما اجي عسى سوق طوالي كده. لان المشوار لازم نمشي سوا مره ثانيه، ممكن تلقاه في فرصه اوسع وتتونس. معليش دي بقت من نصيبي بقى. طيب يا هدى الله يسلمك. تمشي تكوسو. ايوه. تقلب على الدنيا. حاضر. تفتش المغالق دي مغلق مغلق، ما تجيني راجع الا سايقه في ايدك. حاضر يا ريس. طبا
يا ايتا يا هوي معانا مال معامله فوكو واحد تاني فوق المغلق ده غيرك انت؟ ايوه نعم. تعال تعال هنا في شاي. جدا يا سعد جدا. ايوه يا سعد نعم جدا. طاير لي قهوه واحد قهوه مظبوط كويس. بخلي بالي بتاع القهوه لما نيجي بكلمه لك. تخلي بالك لمنو؟ بتاع القهوه. وليه ما تمشي تشوف انت؟ اجيبها انا؟ راسك في ريشه؟ اجيبها؟ هاي تشوف لنا قهوه؟ اجيبها لك انا؟ هاي تشوف لي قهوه؟ اجيبها لك. مالي يا سعد؟ ما في اي اسمع معنى. نعم. انت تمشي بعدين يا كليفر ان ده؟ نعم. قول له دي قهوه سعد. هو بعرف بيعرف يصبط لك قهوه كويس. بيعرف قهوتك؟ هاي. بجيبها لك. جدا. ما عندك مانع. انت قول المغلق بتاعه. خطها وين يا اخي كروشتي؟ خطها وين؟ هاي القهوة يا سعد. اشربها انت. صعبت قلبي تقول على هذه طلعة مسطحة. والراجل قال بيشبه خالي طلع مجنون. لا دي بياخة منا انا والله ما حاسب الليلة. ارجوك ثاني ما تسمع كلام صاحباتي كذي. بعدين انا خلوهم بعيد من مواضيعنا. حاضر حاضر يا سلطان العاشقين. سلطان شنو؟ في عيونك سركة. أيوة أنا حاكم. كيف الكلام ده؟ لفيت عليه والسوق ده شبير شبير ما لقيته. لا 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 ده ما كلام. ترجع تاني السوق وتكوس الأسواق كلها لازم تجيبوا لي معاك. حاضر حاضر. انت عارف ظروفي يعني الرقشة خسرانة وكرة عيدي متعباني ما قادر امشي. حاضر يا رئيس. تجيبوا لي من اي محل. حاضر يا رئيس. ما اسمع ما لقيته. انا حامشي لو بقى تحت الواطة دي انا حاطلع. حيمشي مني وين ما اسمع ما لقيته دي. بابا انت وين يا اخي؟ احرجتني يا سعدي يا اخي ودخلتني في اظافر عيني وما خليت لي وش اقابل به الجماعة. يا اخي انت حكايتك شنو يا اخي؟ اسوي شنو بس يا اخي؟ اسوي شنو ما قلت لكم ما عندي؟ ما عندي يا جماعه ما عندي. يا سعد يا اخي يا سعد يا اخي الجماعه دي في الاول قالوا دايرين لهم مليون مهر. انا شيل خد خد وشيل خد وشيل واشيل واخد نقصوا لك لي نص مليون وبرضك ما قادر تدفع. يا اخي ما قلت لكم ما عندي يا اخي. انتوا ناس يا خسي ولا يا اخي؟ ما عندي ما عندي مفلس ما عندي. شوف ما عندي يا اخي. يا اخوان والله يا اخوان انا مستغرب واحد ابوه يوسف رضوان ويقول مفلس ما عنده نص مليون جنيه. يا اخي قلت الشركة في استشارة ولا شنو؟ قلت لك مفلس ما عندي ما عندي يا اخي. قال بليك الناس فوق حتش. شوف يا ابو سعد بتاعتك تو ولا شنو يا اخي؟ غيت واسمع كلامي ده. البت اليومين ذي السوق حال الخازوق يجي واحد وكف يختفى منك ويحيرك. اختفى منك ويحيرك؟ ايوه والله شفت انا كله من السولك كانت على الكتل قعدت لنا فوق سير مرفعين قاعد فوق المغلق. ما يوم الشتاء انا اتكفلت علي زول نحسي خلاص كت شكله كده كانت على الكتل ما ارتحت له والله شفتها. أبوك ده ذاته بيعمل في حاجات ما مفهومة كده. أنا ما عارف الزول النحس ده جابوا لين من وين. لا يا أبوك ده بالغ ساته. أنا والله شفته من الصوت جا قاعد فوق المخلق كده ما قدرت أشيل ليه ولا ملين وكفلت علي. أعوذ بالله من النحس ده قاعد زي الصبر. يا أخي ده مخيف كده يا أخي. يا أخي ده عنده نظرات كده ما مفهومة يا أخي. سعد يا أخي عليك الله شوف له طريقة يا أخي. يا أخي ده طيره يا أخي خارجوا لينا يا أخي. اصبر لي علي اصبر لي والله انا القى لك فوق فرصه اطير لك جنس طيره كان جابوا الطياره ساعتها ما تحصلوا لك.
شفتها يا خالد؟ نعم يا حاج. ده الشيك 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه؟ أيوة. قبل ما تصرفه تغشى فاروق في مكتبه. نعم. عشان لو ما في سيولة يدبر عليك. تشيل 10 مليون وتمشي طوالي على حاج سعيد. نعم. تديه 3 مليون. 3 مليون لحاج سعيد. الله يفتح عليك. نعم. من هناك تمشي طوالي لإبراهيم. نعم. تديه 2 مليون عربون، وعلى المنطقة الصناعية تاخذ الإزبيرات. نعم. الباقي تمشي تديه ليعقوب. ليعقوب. كلام واضح جدا. على بركة الله. جدا. هاي. طيب يا حاج. هاي. طوالي سريع. أنا قاعد منتظرك إن شاء الله. عوجة ما في بإذن الله. قريب ترمز بس. سيك يا أبوي. أهلا. كيف الحال؟ أهلا. هاتين الشيك جاهزين مويه ولا؟ الشيك مشى خلاص، انتهت منه. مشى خلاص؟ هاي. ومشى وين إن شاء الله؟ مشى مع ابنه ذاته. مشى مع خالد. ما عندك حوجة. وين يا ابو الصهر؟ ما ممكن ياكل نافيا. تشتلك لحد ما عيني طلعت يا حماود المحل يا اخي. ما بعد ما تعب يا اخو اسال يوسف رضوان. يوسف رضوان حتى عرفت المكان. انت كيف حالك؟ تمام. ازيك يا ابو الصهر؟ بالمناسبه يا اخوي الرئيس مرسلني لك. الرئيس شخصيا قال لك الليله لازم تجي معي في اليد لانه الجماعه محتفلين بك هناك. هاي لكن انا مشغول جدا يا كورناف. مشغول؟ زحمه ما عاديه والله. مشغول دي شنو يا رئيس؟ والله زحمه تشيب الراس. اسمع انا ما حاخليك. حترجع معي حترجع معي. انا حانتظرك هناك بالمناسبه فوق القهوه ديك وحتجيني بالمناسبه. خلاص كويس انا اقضي الشغل جوا وبجيك. حتجي؟ حاجيك 100% معاي 100%. طيب طيب يا مصطفى انتظرك انا. طيب كيفك يا حاج الحرمين؟ مرحب. ايوه قضيت الغرض ان شاء الله. كله تمام زي ما انت قلت. الحمد لله. سامح ارجاني انا عندي مشوار قريب هنا وبجيك راجع هسه. الله يعدل عليك يا حاج. ما بتاخر. الله يسهل عليك يا كريم العطف والجود. يا الله يا رب. الو ممكن أكلم رشا؟ طيب أهلا يا رشا. أنا هدى بدر الدين. كلمني عادل قال عندك إجازة يومين من الجامعة. شنو داري ما شفناك من المرة دي؟ قلت لما ما بتزعلي أنت أحسن أزعل أنا. بالمناسبة يا رشا أنا ما عايزة زيارتك ديك يعني وبس. عايزة نكون أصحاب وما عايزة تكون يعني تكون عابرة. يعني يكون بيناتنا في علاقة حلوة جدا. لا لا يا هدى علاقتنا دي ما حتكون مجرد علاقة عارضة. أنا متأكدة حتكون أعمق من كده. لو بقول لك متأكدة خالص. يا بدي علي أنا ضغط الشيطان علي. نسيتي إن أنا محامية بفهمه في طايرة؟ خليك خليك زي ما انت. انا متأسف يا استاذ دي مكالمة هامة. استمر استمر خذ راحتك. طيب سلم على الوالدة. ليه قفلت لي الخط؟ خلاص انتهيت. في اي وقت انا فيه انا ما فيه التلفون تحت مصرفي. شكرا يا استاذ. طيب عن اذنك. بالله بس لو سمحت نادي لي معك عادي. حاضر. تفضل. نعم يا استاذ عبيد. اقعد يا عادل. شكرا. في اخبار عن خالد؟ قدرت توصل لاي شيء؟ والله ما في يا استاذ عبيد. قدري ما فتش ما قدرت اوصل لاي حي يدلني عليه. بس انا جاتني اخبار من مصدر موثوق انه خالك موجود هنا في العاصمه.
وين لكن؟ شافوه عدة مرات في منطقة السوق. السوق؟ يا تسوق؟ والله أنا وضعت احتمال إنه يكون شغال سمساري ولا عتال، المهم إنه شاف في منطقة السوق. دي معلومة مهمة جدا يا أستاذ عبيد، تأكد إني ما حخلي السوق ما حفتشه، عن إذنك. بس قبل ما تبحث عنه، حقه تحسن مسألة إنه حيقعد وين؟ ومنو اللي بيقبله؟ وهل الأسرة حترحب به؟ المسائل دي مناسبة مهمة جدا، ما تهملها يا عادل. جدا يا أستاذ. لو لقيته يا عادل مثلا أخذته وديته مع خالتك ولا أي واحد وكانت المعاملة غير كريمة أو سمع كلمة وكذا ولا كذا، بالمناسبة رد الفعل حيكون عنيف جدا. أنا حفكر في كلامك ده يا أستاذ وحاول ألقى لي حلول مناسبة. طيب ممكن تمشي دلوقتي، بس تمر علي بكرة الصباح بدري لأن عايزك في مأمورية. جدا يا أستاذ، مع السلامة. الرئيس تبا ما بصدق الحي يلاقي يا أولاد طب معانا هنا. إزيك؟ أحوالك؟ ما شاء الله السنين دي كلها ما نشوفك يا طب. سبحان الله سبحان الله. والله ما تغيرت كثير، بس ضعفت حبة يا كزاتك. الصحة كيف يا أخي؟ تمام؟ والله تمام. وين يا طبة يا أخي؟ الأمراض كترت، الكلى والسكري والكرة الشمال دي قربت تتعطل، دي بتاعت القطر تتذكر. بقت لها سبب والله. إزيك؟ الله يديك العافية. بعد ما شفتك روحي ما ردت. أقول كرناف شايك ده وين وين؟ دقايق بس، دقايق ويكون جاهز. طبعاً يا أولاد. زمن والله. يا الله. شهرين يا ضبة وإنت حايم برا وما بتجيني. هاي لكن يا رئيس أنا ما أعرف المحل. أسأل يا أخي، أسأل أي واحد من الأولاد قول له إن الرئيس وين كان بيجيبوك. ولا بقيت جافي يا ضبة؟ لا 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 لا، معقولة مع الرئيس؟ ما ممكن. وقاعد وين يا أخي؟ ما تيجي تقعد معانا هنا، المحل وسيع وكبير. والله يا رئيس أقول لك شنو، أنا حسي مرتاح كده كويس جدا جدا الحمد لله. عايز تقول لي ما أهلك؟ الزينة يا ضبة ما بيقعد مع أهله. لا 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 يا رئيس ما مع أهلي. أنا قاعد الله ورقبتي في بيت حدادي مدادي. والله العظيم راجل فاضل الله رماني فيه وقاعد تمام التمام. أنا أي قاعد شغال. ضب شغال. أنا قلت له لا، الحكاية دي فيها إن فيها شغلانة تانية. لا 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 يا رئيس يا رئيس. ما سألتني قلت لي جابك هنا شنو؟ أي صح يا رئيس عليك إنه بيجابك المحل دي شنو؟ كيف هنا إذا؟ دي قصة طويلة. المحل ده ما كان كان خلى ساكت، كنت بطبح فيه العربات ضبح. قمت بنت لي عيشة جنب الجنايز حقاتي. الله لا تاجر. شوية شوية قالوا عشوائي، قلنا عشوائي ماشي. بعد شوية قالوا شنو؟ تخطيط، قلنا تخطيط. وقعت لي الحتة دي، ها اشتغلت في حكاية العربات والفردة والزبيرات والكلام ده. والله العظيم حكاية كويسة جدا جدا. ما شغل شريف يا صاحبي، شغل شريف. قال شريف. شريف قال. شريف ده أخو شريفة. يا حبيبي ما بعد كده تستقر وتكون مطمئن وبالك رايق في امان الله. وين الروقه يا ضبا؟ روقه روقه ليله روقه قال. تفضل يا ريس. تسلم. امسك يا ضبا. الله يديك العافيه. شاهيك بنفسي مزاجك الزمان. ايوه تقيل سكر خفيف. ما سألتني من الجماعة؟
البلاوي ايوه العيفه وقدسه لا حول ولا قوه قدس الله يرحمه يعني. الله يرحمه يا سيدي اللي عفص فلوري كان ماشي في كلاستيك ظنيته وقع فيه جاب خبره الدوام لله يا اخي الدوام لله لا حول ولا قوه الا بالله ايوه وبعدين ذاك يجي مره يتاوي ويفوت منو ذا نبره والله منو بقول له يا تو فيه ذا لا 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 طويل الشين ذاك العيفه العيفه سوى لي قال تاب وسوى لك وشوك ليمون الله قلت راسك ما بتنزل الا بالليمون والله يا زمن يا أخي أحليلك يا ضبة طيب يا رئيس ما أحسن ليت تستغر وبالك يكون رايق تمام التمام رايق قال وين القروقة روقة قال وين الروقة دي يا أخي يا أخي ما خلاص يا أخي ما خلاص يا أخي الزمن ده ما سرقنا نرتاح شوية يا رئيس ضبة يا أخوي هوي ده ما كلامك انت السجن سخطك ولا شنو معليش يا رئيس ضبة مرات كده بيهزر هزار بايخ وزي ما بقوله كان يتعزز الليمون عشان بلغنا في ريدو انا امشي يا حبايب تمشي وين يا ضبة ما لسه يا اخي ما فهمنا حاجة اقعد شوية وراي اشغال كتير يا رئيس يا اخي اقعد اتعشى معانا كورناف ده يزبط لنا حلة كوارع فاهمة كده خليها مرة تانية يا اخوي مرة تانية بجيك انا ما بنقطع سمح كورناف ايوه وريه السكة لا 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 يا كورناف انا شديد علي روحي يا اخوي يا رئيس ضب ده كلامه ده بقى ما عاجبني بقى ملولو والله انا ذاتي ما ارتحت لي يا اخي سنين دي كلها قاعد راجي يقعد يسوي لي في الكلام ما لا 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 دي مسار يا مان على كل حال ما توتر روحك ساي اليوم انا احنا نديه الفرصه للمره الجايه يجينا راجع نسمع كلامه لو لقيناه برضه ما ياهو بعد ذاك عندنا معاه تصرف تاني ما في له اي اثر يا رجا ما تيأس في النهايه حنلقى الخيط اللي وصلنا اليوم انا لو ما لقيته اصلي ما هرتاح في النهايه لازم القاه وما حتخلى عنه ابدا يا سلام حسنين انت شنو حسني يا اخي انا ما قلت لك ما تجيني هنا ما تجيني فوق الحته دي بس يا ابوي كان سمحك يقول شنو كان شافك كتي خاشي ما غيرت ربطت معاه ما تخاف يا ابو سعود ما تخاف ما اخاف شنو يا ما تخاف المعلم مكشف من بعيد وجاري نور على المحل لحد ما عرفت ابوك ما في حتى توشن قشط وجيتك وكان لازم اجي كان لازم تجي ايوه وان شاء الله خير جاي مالك في شنو جماعتك يا أخي جماعتك ضايقوني يا أخي بيقول لي في حلقي شوف يا أبو السعود لحد يوم الخميس الجماعة دي اللي قالوا ليك لو ما جيت وجبت الأمانة هم بعد كده حيتصرفوا أيوة يتصرفوا فوق البيت أيوة وما ليه
وليه صرفك بيت؟ البيت يا ابو سعود يا واحد تقيل، يا قال بيدفع الملايين. بتوه عليهم؟ ايوه بس هم منتظرينك، لانه قالهم عندهم اتفاق مسبق معاك انت. شوف يا ابو سعود، لحد يوم الخميس لو ما ظهرت انا برا. بسهر يوم الخميس، بسهر. على مواعيد يوم الخميس يا ابو سعود. كويس، كل يوم ما تاكلكوا ها؟ كلمهم كلهم، كل يوم ما تاكلك. انا ان شاء الله افشي بحثينك شوف حاصل. الزول ده جابه هنا شنو؟ الزول ده عطوه اخوي. مش قلت زفت الطين ده؟ مش قلت ما يجي مغلق داسو؟ زفت الطين انت حسن انت. ألف مرة أنا قلت ما يجي يخش المغلق ده. حسن انت زول طيب والله يسول عليه. حسنين زول طيب؟ قال طيب، قال أنا عارفه، أنا زول من عائلة من نظرة واحدة بعرف اللي في بطنه. أبو حسن انت ما شوف شنو؟ والله من وراه ما تلقى غير المصايب. ألف مرة قلت لك ما يخش المغلق ده، ما يخش هنا يعني. ما أبوي صوت أنا ما 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 في حاجة اسمها ما أنا قلت ما يدخل المغلق، ما يدخل المغلق. ما عندي به علاقة كتائب. أجابه هنا شنو؟ جا قال السيخ، قال لي تعالي سلم علي كتي وماشي. يسلم عليك؟ أنا حذرتك ألف مرة من الزول ديا، ما تمشي معاه، ما تمشي معاه وما تصعبه، والله من وراه ما تلقى إلا الندامة. بعدين وقت الفاس يقع في الراس وتحصل الندامة هتعرف عن الكلام ده. برا يا أخي أمرك، أمرك يا أخي. حالينا شوية ما بتسمع الكلام انت، مية مرة يكلموه. تباري لي في ناس انا ما عارف اتلقطهم من وين. خالد. ايوه يا حاج جيتك يا حاج الحرمين. نعم. بعدين يا خالد، انا حسنين ده والله قلبي ما بيه، انا خايف اعمل في الودة مصيبة وبعدين ما نعرف نتخارج منها. والله يا حاج انا اقول لك النصيحة، انا ذاتي قلبي ما بيه كله كله. أنا طالما الواد سعد مباريه والله أنا خايف يعمل فينا يمقلب الواد ده ونبقى نحن في وكر في مصيبة ما نعرف. لا 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 يا حاج ما تشيل هم. أنا ما في حاجة ما أشيل هم كيفين. أصله ما في شيء هامين غير الواد السعد ده، والله عيجيب خبري. أقول لك حاجة يا حاج. أي. أديني فرصة أنا ده، أنا حأتصرف بطريقتي وأجيب لك خبره زي الحلاوة. والله كده تكون ريحتني، الله يريح بالك. لكن ما تقول لي تلعب صح، كل يوم اكتشف فيك مواهب جديدة. ما عزبتوا خلق الله يا عالم، خلوا في قلوبكم رحمة. انت يا عادل مجد وخالد هدى ده لسه في الصورة؟ وبتسألي ليه؟ لما انت مشغول ما في داعي اضيع لك. رشا اقعد اقعد. تسألي لي كده؟ انت بالاول جاوب، انت فاضي لكلام الفارغ ده ولا مشغول؟ انا مشغول. فاضي مشغول. حدد مومي. فاضي يا هم. انت الشغل لا خليك فاضي لك يا رشا. كويس. يا سلام يا رشا. يا اخي حقولك تستنى روك شوية بس. يا الله خش ما تتكلم يا عادل. ما تعزمني، حقول لك انا جاي هنا وبقول لك يعني. طيب قول يلا. طيب رفقا باعصابك المتوتره، انا حقول لك معلومه خطيره جدا. معلومه شنو؟ انت عارف ان هدى اتصلت بي؟ لا ما عارف. اتصلت متين وقالت شنو؟ يعني ونسى، لكن ده ما المهم. المهم انه هي اتصلت وده بيعني حاجات كثيره جدا. يعني شنو؟ الله يا عادل انت محامي، يعني المفروض تربط غرائن الاحوال مع بعض عشان الادله والبراهين توصلك للتحقيق. يا سلام يا رشا عليك، الله خلينا من الكلام ده. اتصلت بيك يعني شنو؟ يعني يا ولد هي عايزه تفتح معاي خط، تخليني في الصوره، تعمل معاي صداقه، تكسب جنبي عشان في النهايه توصل لي. افهموها ولا؟ بس يا رشا يمكن تكون اتصلت بك بحسن نيه.
ابدا حسن النيه ده ما كان متوفر لما هي اتصلت. بعدين انا متاكده من الحته دي خالص. هي في النهايه عايزاني هدف، وانت الهدف يا استاذ. بلاش تخريف معك، يلا اطلعي برا لو سمحتي. شوف مستهبل عليك الله، حركاتك دي علي انا. طيب تاني لو اقول لك حاجه. قلت لك يلا امشي. لا خليك من تاجر العرضة. تذكر الخواجة؟ كيف؟ الخواجة طلع علينا الطبنجة. كيف ديك ضبة ما قلب فيها الهوبة يا أو يا ضبة يا أنا لما شفت الطبنجة حيلي برد، قلت خلاص انتهينا. أوقف عندك واخدي حرك ما في. أنا قلت خلاص رحنا فيها ركبي ثابت، بس ضبط قدم ليك عليه والخواجه بقى يتراجع. ثبت عندك، واقف عندك، ما حرك انت. ضب مش على الطق، تناول الطبنجه من نيدو. الخواجه بنعرف ده فجاه قاعد يرجف قدامنا، حيل وبرد المفاتيح طق 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 طق، طلع الدواليب طرق طرق، فتح علينا خمو. ضب يا اخي الخواجه والله الراي سيد العربية الأوبل وعربيته عجبه وقال قندي في رافع نخرته على منه؟ ضب قلعها منه وعينه تعاين. ضب تمام. ضب ما دام بيناتنا ما في مشكلة. والذهب يا رئيس نسيته؟ الذهب بتنسي؟ شنطة مليانة ذهب شلناها ومشينا. أسى عليك الله يا ضبة، إيدك ما ماكلك؟ ماكلاني على شنو إيدي؟ على اللغي الخمد الكجم. قوم هسه عمود قريف داير له عضه كبيره. وانا عندي لك اخبار ساره، انت في السجن يا ضبة في ناس عملت قروش كثيره، بس مستنيين انت تجي وتشيله. اها ما فات شيء، نبدا بتين. نبدا شنو يا ريس؟ نبدا شنو شنو؟ شغلتنا اللي بنعرفها السرقه. انا ما حاسرك تاني يا ريس. اه ولا عاد الكلام ده يا عالم، الزمن اتغير يا جماعه. يا جماعه نحن كنا في الجاهليه وطيش، حق نعقل نتوب يا جماعه، نمسك السكه الصح. امسكوا ضرب الله يا اخي. خلينا في حالنا، ما لي غرض بينا. انت جاي تقدم لي النصايح يعني هسه؟ لا كرنف كرنف لا لك راس دق.